السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تي في. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كلاص بحجم عائلي كيجي زوين بزاف بزاف غير بجوج المكونات، ما غادي نحتاجوا فيه لا طراب ولا كريم ولا اي شيء، اذا باسهل المكونات وبالفواكه فريش، يعني ماشي غير الغبره ولا المنكهات. غادي نحصلوا على الكلاص اللي درت لكم جوج الانواع، درت لكم هكذا عائلي وكذلك ممكن ديروه لي بول وتذوقوا به الكويسات ديالكم، تقدموا بشكل اللي بغيتو، فكيجي بحال هكذا بالمشماش رائع، شهوه منه زوين بزاف بزاف وسهل التحضير، كيتحضر في دقائق. ها نتوما وجدتو وحطيتوه يبرد. اذا غادي نحتاجو ان شاء الله الكيلو ديال المشماش، كيف كتشوفوا المشماش راه انا حطيته في الفريكو حتى برد مزيان مزيان حتى قرب يجمد، حطيته تقريبا شي ساعتين في المجمد كيف كتشوفوا. اذا ضروري خاص المشماش يكون بارد مزيان، يعني حتى كيبدا ماشي ولا حجره حجره ولكن شويه ولا قاصح. وغادي يحتاجوا معاه الحليب مركز المحلى، واحد العلبه ديال الحليب مركز المحلى، انا هذا حضرته غير في البيت، دابا ان شاء الله نحط لكم الفيديو ونخلي لكم هنا الروابط باش تحضروه. راه كنوجدوا بجوج طرق، اللي عجبتكم فيها ديروه، يعني ممكن توجدوه في 5 دقائق وهو عندكم جاهز. اذا ملي درت هاد المكونين بجوج في ميكسور شفتوا معايا خلطتهم بحال غادي نخلط العصير، طحنتهم مع بعضهم، علبه ديال الحليب المحلى مع كيلو ديال المشماش اللي طبعا غسلته وحيدت له العظم وخليته برد مزيان في المجمد. اذا ها هما من بعد ما كيطحنوا لي كناخذوا المول اللي بغيت نقدم فيه، يعني شوفوا نتوما وعلى حساب المول اللي عندكم، الا عندكم ديال السيليكون غيكون افضل لانك تزولوه بكل سهوله، الا بحالي هكذا عندكم مول ديال الزاج ولا ديال الحديد فغادي تغلفوه بالبلاستيك. اذا كيف كتشوفوا انا غلفته بلاستيك باش يسهل عليا في الاخير من بعد ما يتجمد يجيني سهل انا ينزولو، ولا ممكن دهنوا المول ديالكم شويه الزبده ولا الزيت. اذا انا كتجيني هذه مزيانه دهنته بحال هكذا، فرشت له هذا البلاستيك. اذا غيبقى لي واحد شويه انا درتو في هذا المول الاخر باش نديرو على شكل ليبول. اذا الاول غادي نخليه هكذا كلاص كبير ونقطعوه، ها هو من بعد ما خرجته من المجمد ممكن تخليه ليله كامله، انا ما خليتوش صراحه بزاف، درتو في الصباح وحطيته في العشيه. اذا الا خليتوه يبات يجي افضل، يعني كيتجمد مزيان مزيان، راكم عارفين الدراري الصغار زربوا عليه ومع ذلك جا رائع شهوه منه. اذا انا عندي هنا شويه ديال الشكلاط، درت معاه واحد المعلقه الزويته وهو فوق النار، اذا حطيته في كاسرونه بدا يدوب، ودرت معاه معلقه الزيت النباتيه، ملعقه صغيره من الزيت النباتيه، صافي وحركت. ودابا غنطفي عليه غادي يكمل يدوب غير بوحدو بلا نار، انا طفيت عليه دابا صافي، غنخلط مع بعضو، ها هو داب كامل. غادي نزينو باش ما بغيتو ديرو شويه ديال الكاوكاو كونكاسي ولا ديرو شويه ديال الكاوكاو ايفيلي اللوز ايفيلي اللي بغيتو. اذا خديت واحد الصحن حطيته فوق داك المول وقلبتو باش غادي نقلب الكلاص ديالي في طبسيل ولا في صحن تقديم. اذا فانا حطيت فوقه صحن وقلبته هكذا للجهه الاخرى وكنحيد غير بشويه حتى كيزول ليا. اذا بالنسبه للشوكولا انا درت معاه اللوز ايفيلي اللي حمرته من قبل في المقيله.